الدور الدار البيضاء. اذا في اطار تعميم البضاعه ولي برومو هاد العروض ديال الصيف ان شاء الله في كاع لي بوان دو فون ديال بيك ستور، حنا الان على قدم وساق في الدار البيضاء كنستقبلوا البضاعه اللي كتدفق بكثره. الصنداله الاصليه شوف بحال الطوموبيل نورمال وطوموبيل ار اس، هذه ار اس هذه ماشي ار اس. كتسمع ديك هذه شنو كتسمع؟ زيد عليها لونسومبل، لونسومبل الصيفي الله يبارك. هذا متوفر في الاصلي ومتوفر نسخه تبقى الاصل من الاصلي باقل ثمن من الغريب، دائما ناقص 50%. خلينا من الصنداله هذه فيها تقريبا اكثر من 7 ديال لي موديل. جابك الله راه في الفيديو على المباشر تفاهم معنا. اه هو قال تفاهم مع ديال خونا بونو بومو. قول لهم شحال، قول لهم شحال. لا خلي داك الشيء يجيو لي. لا قول لهم شحال وكيكذبوا. 69 درهم. 70 درهم البولو باقي غايجي. تحياتي مرحبا الله يعطيك الصحة. ها كاين فابو راه. من 15 للفا. مازال ديالي حبيب انا معاك دابا نوريهم لوكاليزاسيون ونجيو حيت باقي. شوف جيم بارتاج كومونتير قول لهم وجدوا لنا شي هاتف على المباشر نديروا السحب. اذا بيك ستور هذه هي دار البيضاء. هنا ليسار كاينه رون بوان ديال الشهديه القرب الفلاحي شوكا مختبر التحليه الطبيه الشهديه كاروسري حمران. جارنا راه كيصلح من دابا سيمانه وتسناو اللي عنده شي طوموبيل يبوطها ويتسنى موجد الماتيريال ومطرقه وداكشي على يدينا اليمنى ديال الهبطة ديال الحاج فاتح الله يفتح علينا ببال الخير كاملين. تحيه للزباد دابا شوفوا شنو عندنا اقل ثمن في المغرب دائما بالنسبه ل 50 درهم موجود بزاف ديال 49 درهم. دائما لاميفاج ديال التيشيرت ب 49 درهم. عطيني التيشيرت ديال 49 درهم. اليوم عندنا الروينه، عندنا البضاعه كتدفق بقوه. ها الطوابون رجعت من جديد ب 1000 ريال. الدراري اللي كيسماتشي هو عاوتاني ب 1000 ريال ب 49 درهم. التيشيرت ديال 49 درهم متوفر بكثره الحمد لله. اللوينات عام سيدي الدراري كيوجدوا لكم البضاعة دابا أحسن صيف إن شاء الله غدوزوا مع بيك ستوب أقل ثمن في المغرب. راه كاين الشورت ديال العومان حتى هو غير ب 49 درهم. يعني تاخذ تيشيرت وشورت ب 99 درهم. 49 درهم هذا عندك عندك أسعار كاين بزاف تبارك الله. كاين أكثر من 10 ديال لي كولوغ ولي موديل. كاين بزاف ديال لي موديل يعني ما نقدروش نوريكم كلشي نظرا لضيق الوقت حيت عندنا البضاعه كثيره. بالنسبه للناس اللي كانوا كيسولوني على الصنداله كنقول لكم الصنداله دخلنا لكم الصنداله مختلف انواعها يعني لي مارك العالميه في الفاشن وحتى الاصلي 100% يعني الاوريجينال بحال هذه. ما يبقاوش يقولوا لكم 600 درهم. قول لهم خويا سعيد قال لي داك الثمن تسنى شيك اخويا سعيد شاف في يدك لي شوميز لاريفاج دائما جديد ديال الشوميز. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بحال هادي 59 درهم. اللي قال لكم شي حاجه راه كذب عليكم. حيدي هاد البضاعه من لهنا. هادي حتى هي بشحال؟ ب 59 درهم. بالنسبه لي طاي من السمول حتى للدوبل اكس لارج وبالنسبه لي كولور راه مختلفين. وكاين تقريبا شي خمسه ديال لي موديل في هاد الشوميز لي طاي من السمول دوبل اكس لارج ب 49 درهم. شحال؟ 1000 ريال. باقي ما وصلنا لهادشي اللي لابس انا. بالنسبه للبولو تقريبا دابا فيه 1 2 3 4 5 6 ديال اللوان كما شفتوا الزبون ديالنا الكريم في المستهل ديال لا فيديو راه لابس بحالو. هذا كوكسي كاليتي كارديشم ب 69 درهم اي ما يعادل 7 القروش مغربيه. تقريبا كاين فيه 6 ديال لي كولور ومازال كل نهار كيدخل كولور جديد. بالنسبه لي طاي راه من السمول حتى ل 4 اكس لارج حتى 4 اكس لارج. اللهم بارك. هذه البضاعة هذه حاليا متوفرة بيك ستور الدار البيضاء. مازال ما وصلنا البيت القصيد نجيو للصندالة. الصندالة قلنا عندكم بزاف ديال أنواع ديال الصندالة واليوم كاين النهار ديال الصول. بالنسبة للصغيورين نبداو بكم نتوما الأولين كلا الجنسين يعني ذكورا وإناثا. هذه كانت ب 80 درهم. اليوم شنو غدير؟ 49 درهم باش حتى نتوما تلبسوا. شحال؟ ب 49 درهم. ما نطردكوش بزاف من الميكات. سبونج بوب تبهدل في بيك ستور حتى هو ولا ب 49 درهم. 49 درهم عاوتاني نيويورك ب 49 درهم. 49 درهم بالنسبة لي بوانتيور فيها من 29 حتى ل 35 والايزي اللي غيولي الثمن ديالها فيري ايزي. وكما كنقولوا دائما راه ماشي العادية هذه المطبوعة من الداخل شفتيها
من 40 الى حتى 44 لا كونتيتي ليميتي من 130 درهم غدير 59 درهم 59 درهم شو تعصبت تعصبت 59 درهم صالحه للمشي وصالحه للعصا 59 درهم اجيو دابا لواحد النهار شي كلعب شوف الصنداله بلاتي غندوزو لهادي هادي راه نسخه طبق الاصل من الاصلي ما نهضروش عليها وكاين واحده اخرى باش ما يوقع لكمش واحد الخلط جبنا لكم الاصليه 100% وجبنا لكم هادي نسخه طبق الاصل من الاصلي لا في الكونفور ولا في الديزاين بالنسبه لي بوانتيغ ديالها من الكارون حتى الكارون تسان حتى ال 45 فيها اللوينات ديال الصيف ميامي باتش عاوتاني طبيعه ديال الصيف داكشي صيفي 100% عطيني الكحل ديالها على من هو بهم الفاشن عاوتاني ها الكحل ديالها نرجعو للثمن ديالها هذه دايره في السوق 150 درهم ولكن ماشي عند سعيد بلاتي تسمعوا الثمن حيت غنجيو عندكم بالتدريج قلنا لكم لي بومو ان شاء الله غيتعموا كاع لي بوان دو فونت ديال بيكستو وبالنسبه لهاد الصنداله الاصليه مساله وقت باش نوصل عاوتاني لنقط البيع البعيده مثلا مدينه فاس واحد دوجور ان شاء الله اللي هي يومين تكون عندكم وبحال هذه كنتي كتشريها ب 130 150 180 100 و 100 و 100 و 100 وداعا للقيطات شنو غنديروا 79 درهم شحال 79 درهم قولها فرونسي اخويا احمد قول عشير ها خايف يزيد عليكم الدراري خايف يزيد عليكم 79 درهم اخويا 79 درهم تحيه لحمد الدراري 79 درهم اخونا وحبيبنا ها كنضحكوا معاه عطينا اخويا قال له شد مد احمد انت هو سميت احمد 79 درهم شو الجديد الجديد وبضاعه اخر ماء انتيجه خلينا ماشي داك السميله اللي كتعفط عليها رجلك كتعوج لا سميله تبارك الله كونفور والديزاين هادو راكم عارفين في الفاشن كاين الاصلي وكاين النسخه طبق الاصل هذه دائما داك النسخه طبق الاصل اصحاب العيون الضيقه دائما هما اللي كيمتعونا بها 79 درهم ولا كنتو جوج جوج 150 درهم بالنسبه لهادي عندي ولا ثمن ديال 99 درهم كلشي كان كينتظر غيكون 150 ولا 180 لا 99 درهم بالنسبه لا كونتيتي راه كاينه من 40 الى حتى ال 45 حتى ال 45 دابا هادشي اللي كتشوفوا هنا هادو ماشي دي تيشيرت هادو دي زونسومب دي زونسومب مختلفين كاين بزاف ديال الطبيعات نحاولوا اننا نوريكم غير شويه من بزاف هان الله يبارك هذا شورت ماشي اي شورت سوب فوطه الله يبارك طبعه 3 دي العنايه في الخدمه هاد التيشيرت ديالو شورت او تيشيرت المينيموم خصك 350 درهم باش تلبسو ولكن ماشي عند خوك سعيد بيك ستار عند خوك سعيد ما نحلوش الباش نحلو الكري ونوريهم هادو هادو راه خارجين في الاصلي هادو نسخه تبقى الاصل من الاصلي مخدومين نقيين بزاف هانت هاد التيشيرت يعني في متناول الجميع ان شاء الله بهاد الاثمنه هادي دريري كيسمارت شي فخاطرو 179 درهم 179 درهم فين كاين هادشي بيك ستور الدار البيضاء وكاع لي بوان دو فونت ديال بيك ستور كاينه كيما وريتكم البيج وكاينه الكري سيرتو في هذا الموديل هذا وكاينه الابيض 100% جيو عاوتاني لهاد الطبيعه هادي اما كتلقى تيشيرت بحالو بحال الشورت ولا كتلقى تيشيرت والشورت ديغرادي يعني الشورت لي شي كولور واحد اخر كاين عاوتاني الشارجي طبيعات مشارجين هادوك سعيد كلشي ان شاء الله اقل ثمن في المغرب اللهم بارك زيد هادي 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 اللي ملبوسه هنا قوية هادي ها طبيعة راقية هادي كانت فاس هادي كانت فاس هادي اللي كنت صورت بها في مدينة فاس 179 درهم 179 درهم أحسن أونسون هذا تا هو بحال هذا الله يبارك الله يبارك هذا البرومو هذا إن شاء الله مستمر لمدة 4 أيام يعني حاول أنك تسارع باش تستافد الخيرات موجوده ولكن عاوتاني باش يكون عندك الوقت باش تختار تكون البضاعه مازال يلا عاد تحطات الله يبارك دابا واش هاد اونسومبل هذا بالله عليك 179 درهم يعني 180 درهم راه ما يمكنش حتى بالجمله ما يمكنش
179 درهم. هاد البيضاعة هادي كاينة حاليا في الدار البيضاء. بالنسبة اللي كيبغي لي زونسوم ديال لولا، راه كاين لونسوم ديال لولا فيه الفوق والتحت، لوينات موجودين. هادي الشوميز ديال لولا والسروال ديالها. بزاف ديال الناس كانوا كيسولوا على اللولا حيت كان طاحلي بتوب، كنقول لكم من جديد، ولكن دابا بالسروال الشوميز. غنحاول نحل غير داك الجوج براكه ويتعلقوا، حيت السلعه كما كتعرفوها الخوت مي كتحل من لومبالاج كتكفص. الله يبارك. سروال ديال اللولا بالشوميز ديالو 149 درهم. عرفتي غدير 139 درهم بالنسبه للناس اللي بعاد 10 درهم ديال الطوبيس. 139 درهم. انت اللي كتشاهدنا عبر الصفحه جيم بارطاج كومونتير، تقدر تكون من الفائزين. وجدوا لنا شي تليفون في الانترنت، شوفوا معنا شي رابح. شوفوا اخويا نبحوا شي واحد، خليكم معنا. بالنسبه للاوفر سايز عاوتاني، ها الاوفر سايز الخوت، الاوفر سايز راه ماشي ب 50 درهم، ها باش نزيدها لكم في عقلكم. الخوت هذا الاوفر سايز هذا ماشي ب 50 درهم. ها التيشيرت ديال 50 درهم بالنسبه للناس اللي كيوقع ليها الخلط. اللهم بارك وزيد في ذلك. كاين تيشيرت عندنا حنايا، المهم اغلى تيشيرت عندنا داير 100 درهم. اغلى تيشيرت داير 100 درهم. كنحاولوا بعض المرات نخليو الخصوصيه لشي ارتيكل حيت كنكونوا بايعينها للتجار الله يسهل عليهم، كنبيعوا لهم بالجمله. ولكن في المحلات ديالنا كنبيعوا غير بالتقسيط، ما كنبيعوش بالجمله. الاوفر سايز هادو الاواخر ديال الاوفر سايز. اللهم بارك. هادشي بزاف هادشي. وباقي وما خافية كان اعظم. بالنسبة الكالسو، عملنا خويا زوط ليا شي كالسوات من تما. هاد التليفون خليكم معايا على المباشر. الكالسو يعني كنهضرو على الاونو، عندنا الاصلي ما عندناش شي حاجة عادية. والكوطون بسم الله نحلو شي واحد واخا. المهم ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، شوفوا لا كاليتي ديالو. راه نوريهم هذا عاد ندخلو نسحبو. هذا تبان تبان لي طاي ديالو حتى الاكس لارج. هاك كاليتي كوطون بالنسبه للارج مرتاح. بالنسبه للارج ديالو راه كتلبس حتى للطروه. شوف هذه غير ميديوم، ثلاثه ب 99 درهم، يعني الاصلي اقل من ثمن العادي. واللي بغى بياسه سعيد وحده ب 40 درهم، يعني اللهم ثلاثه ب 99 درهم. فينا هو لومبالاج ديال هذه؟ صافي ماشي مشكل، هاي تتجمعوا. نمشيو معكم الصنداله الاخرى. ها الصنداله الاصليه، ولكن هذه دوش بيها، سير بيها للبحر، سير بيها للحمام، سير بيها للبيسين. هذه تقدر تدوز لك 5 سنين ولا 6 سنين. الله يبارك. هذه ما لاصقه، ما غتقطع، ما غتحل. الله يبارك. هذه اصليه 100%، كنهضروا لك على البضاعه الاصليه. ملي كتكون شي حاجه اصليه 100% راه كنقول لك اصليه 100%. ملي كتكون نسخه تبقى الاصل، نسخه تبقى الاصل. هذه غتقدر تجي وتسكاني الكود كيو ار ديالها وغيديك حتى للسيت صافي بشحال دايره، وتما صاحبيك ستوب اللي كدير معاك اقل ثمن في المغرب. بالنسبه للوينات راه كاينه دي كولور طوندونس، وبالنسبه لهذه راه معروف الثمن ديالها في السوق. كل واحد وشحال كيبيع، كاين اللي كيبيع بالسمية، كاين اللي كيبيع 550. هذه غنخليكم الثمن ديالها حتى تجيو وتفاجئوا، حيت غيكون فيها واحد الثمن ماشي مناسب، اقل من مناسب. وكاينه طبيعة الحال هذه اللي فيها السميطة حتى هي الكونفور. شوف شوف الله يبارك. يعني الناس اللي عزيز عليها عاوتاني الكاليتي طالعه والمليح، بالكوكيير ديالها، بالبواطا، بالساشي. محمد يوصلها لك. هاني هاني احمد ماشي مشكلة. شو لا كولور كي داير هذا؟ شوف هذا الجبد ديالهم غير المليحة سعيد. اللهم بارك، صليتي ليا في ناس الشادية. زين اخويا زين زين. شوف لي هذه الفول بلاك، هاي الفول بلاك. شتي الفول بلاك؟ أولا الغرابية، وهذه ويلي 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 ويلي. هذه هي اللي كنحلوا بها. هاد الحلوة اللي عندك. يلاه. عندك هذه. عرفتي علاش قال حلوة؟ حيت قدو. 45 هادي اخوت، ها. والله إلا 45. والله إلا جدها. والله يا خويا. والله إلا قدو. كبي يا أخي. كاينة من 40 إلى حتى ل 45، هذه الفول بلاك.
هذه في 39 كاينه من 39 هذه راه 39 في الفول بلاك ها هي اللي اختاريت انا هذه وبيضاء عاوتاني ديال هذه يعني عشاق الاصلي 100% اللي كيبغي شي يلبس رجيلاتو شي حاجه مليحه يعني ملي كتعرف ترى اونتي شوك وخا تكون وازن راه اونتي شوك انا قلت لك الا جيت نشرح لك بحال الطوموبيل العاديه والطوموبيل الارس شحال وصلنا في التصويره اخي عبد الحق 15 الله الله اكبر نور شتي اخويا نديرو السحبه نبحو شي واحد بالزربة نظرا لضيق الوقت راه كلهينا معاكم ما كنسخاوش بكم كاينه البضاعه كثيره ودائما اقل ثمن في المغرب اجي اخوتي هذا هو اخر فيديو عنده جوج سوايع جوج سوايع هو هذا في مدينه المحمديه في 82 كومونتير 8000 في بسم الله بسم الله بسم الله اسماعيل الوردي قال لك الله يسهل عليك خصنا ندخلو نشوفو اسماعيل الوردي واش مبارطاجي لا فيديو خويا علاش درتي بحال هكا سي اسماعيل كونت ديالك بريفي نعاودو نرجعو بسم الله خويا سعيد بوفا عبدو ندخلو عند بوفا عبدو علاش الخوت كونت ديالكم بريفي ما فهمتش هالكونت بريفي غنزيد محاوله ثالثه وركزوا معايا هنايا بالنسبه للناس سي سفيان قودي ندخلو لعند سفيان الله يلاه سو سي سفيان داير لنا تصويرتك بارطاجي الفيديو ها سفيان باش يربح اذا كما كتشوفوا سفيان حتى هو ما ربحش الخوت انتم شفتوا قانون اللعبه ثلاثه المحاولات راه حتى واحد ما ربح علاش هو كلشي على المباشر ما تخليوش لي كونت ديالكم بريفي جيم بارطاج كومونتير كيعبر على الاخلاق ديالك حتى انت تقدر تكون من الرابحين وها هو يغادر في حفظ الله ورعايته.